إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف. نصيحة لوجه الله، بلغوا عني ولو آية واحدة، يعني ليبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست العبرة بكثرة العلم، إنما العبرة بصحة المعتقد وسلامة المنهج وإن كان صاحب العلم قليل. فأنا أوصيكم يا شباب ويا دعاة إلى الله عز وجل أن تهتموا بطلب العلم الشرعي، تكون حياتكم كلها علم، خاصة هنا في هذا المجتمع يحتاجون. الداعية لابد أن ينشر وينشط غيره ويسحب إخوانه إلى حلقات الذكر والعلم ويحفظ المتون ويؤصل نفسه، بإذن الله ستكونون دعاة في المستقبل. بلغ وعلم الجهال العوام، علمهم التوحيد وحذرهم من الشرك، علمهم السنة وحذرهم من البدعة، وهكذا بإذن الله ستثمر هذه الدعوة وسيبارك الله عز وجل فيها. وأهم شرط أو شرطين هو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جدوا واجتهدوا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. وحتى إن لم يحصل أو لا يستطيع يعني يدعو إلى الله عز وجل مثلا لظرف معين، فهو بالدرجة الأولى قد نفع نفسه وأزاح الجهل عن نفسه، ففي هذا هذه الحالة فهو الكسبان. فطالب العلم لا يخسر على كلا الحالتين، لا يخسر، فهو يرفع بالدرجة الأولى ويزيح الجهل عن نفسه ويعبد الله عز وجل على بصيرة، ثم يعلم غيره فيكسب أجرين، يكسب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الدعوة تحتاج إلى سلاح، كأنك تدخل معركة. ما هو سلاح المعركة؟ العلم. لابد أن تحرص على العلم، تلتقط الفوائد، يعني تدرب نفسك، تمام، تقرأ، تكثف الجهود، وخاصة ممن لا يحسن العربية قد تصعب عليه يعني بعض الأمور، يجعل له معجم للغة عنده ويسأل، يعني يحاول أن يكون عنده مجهود ذاتي ويرتبط بإخوانه وبالسلفيين في كل مكان. فالحمد لله الدعوة السلفية مباركة.